أخبار اليوم. أخبار المسائي كان تحدي جديد تخوضه مدرسة أخبار اليوم الصحفية حينما انضمت إليها جريدة المسائية بعد فترة من التراجع، رغم ما تملكه هذه الجريدة من عناصر مميزة صحفية ومهنية وأخلاقية قيمة، أخبار اليوم أن تضع عليها لمستها وتصبغها بصبغتها المهنية، ومن قيم وكفاءات أخبار اليوم خرج أحد أبنائها الكاتب الصحفي جمال حسين ليقود المسيرة وينطلق بالأخبار المسائي ويحقق بها نجاحات كبيرة جدا في عام واحد. إن شاء الله بإذن الله تعالى مزيد من التفوق، مزيد من التألق، مزيد من الدفاع عن قضايا الوطن عبر الأخبار المسائي وكل أسرتها الزملاء الأعزاء الصحفيين.